عاملة ازاي والاستعدادات لكأس العالم والقرعة كأس العالم هناك في الدوحة عاملة ازاي؟ مساء الفل عليك. برحب بيك يا زميلتي العزيزة شيما صابر، وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس. مساء الفل عليك يا شيما طبعا، وبرحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. يعني اكيد من دولة قطر ومن الدوحة، وطبعا اعصابنا وافكارنا كلها رايحة في دكار بالتأكيد يا شيما. ولكن خلينا يعني اكد على كلام زميلي محمد طه لما اتكلم وقال ان يعني لعيبة منتخبنا الوطني بعد انتهاء المباراة الاولى في حالة تركيز وفي حالة صمت وفي حالة يعني تأهل للمباراة القادمه في دكار امام السنغال عشان ينهوا الشوط الثاني والمباراه الثانيه اللي توصلنا ان شاء الله لكاس العالم. ايضا الجمهور والجاليه المصريه الموجوده في قطر اللي كانوا حريصين على التجمع ومتابعه المباراه في حاله كانت اشبه باستاد القاهره ولكن في دوله قطر. كانت شاشات اون تايم سبورتس مفتوحه على كل الشاشات اللي كانت موجوده في الخيمه. ويمكن ايضا بعد انتهاء المباراه كان هناك فرحه كبيره جدا للجمهور، ولكن بعد لحظات من الفرحه والاجواء اللي عشناها بعد فوز منتخبنا الوطني الناس كلها بدأت تهدأ، بدأت تفكر، بدأت تركز، يقولوا يا جماعة فرحنا واتبسطنا ولكن عايزين ننتظر بقى المباراة القادمة ان شاء الله، نوصل ان شاء الله نكون متواجدين في كأس العالم. الجمهور بقى عنده ثقافة جيدة جدا، بقى عنده رؤية جيدة جدا، مش جمهور بيشجع منتخبه خلاص، لا الجمهور بقى بيعيش المسؤولية زي اللاعب وزي الجهاز الفني لمنتخبنا الوطن، وزي كل شخص في مصر اعتقد الفترة الحالية بيعيش نفس الأجواء وحتى يوم 29 ان شاء الله. ايضا لو كنا بقى عن دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، يعني هناك 7 استادات هيستضيف بطولة كأس العالم. يمكن أكبر استادين موجودين في قطر هنا استاد البيت واستاد لونيس، وهو الاستاد البيت اللي هيكون يعني الساعة بتاعته تقريبا 60,000، ومن تاني أكبر استاد موجود هنا في الدوحة، وأيضا هو الاستاد اللي هيكون عليه المباراة الأولى لافتتاح كأس العالم. أما استاد لوسيل اللي هو استاد بيسع ل 80,000 مشجع هيكون عليه المباراة الختامية ونهائية كأس العالم، هيكون على ملعب لوسيل. أيضا كان لنا جولات بقى في بعض الملاعب الموجودة في قطر. يمكن كل الملاعب بتتشابه في نفس الإمكانيات، كلها مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة، كلها مجهزة بخدمة الـ 5G عشان خاطر تكون فيها استيعاب للإنترنت بالتأكيد والسوشيال ميديا واستقبال الصحافة العالمية بالتأكيد. أيضا كل الاستادات بها غرف لخلع الملابس، بها كل شيء زي جاكوزي، بيتواجد بها زي أجهزة لغسيل الأحذية، بيتواجد بها زي أيضا خزينة أو خزنة بتكون موجودة عند كل مكان لاعب يقدر يعين فيها بعض المقتنيات الخاصة بيه، ويعني تجهيزات على اعلى مستوى، كاميرات بتحيط بالاستاد من الداخل ومن الخارج. وايضا كل الملاعب هنا في قطر كل ملعب معمول ليه شكل مخصص او شكل معين ان هو بيرمز لحاجه في قطر، زي الطاقيه او الشيء اللي بيتلبس على الراس في دوله قطر زي الالماز او اللؤلؤه واللي بتشير الى منطقه الجنوب، منطقه الوكره بقطر، ايضا منطقه على بحر وليها اجواء شاطئيه. ايضا كل الملاعب كل ملعب بيكون ليه حاجه مخصصه. كمان الملاعب دي كلها طبعا مزودة بعدد كبير جدا من المشجعين عشان تستقبل الجمهور اللي هيكون موجود في المباريات كأس العالم. ولكن بعد انتهاء البطولة كل الملاعب هيتم يعني انتزاع منها الجزء العلوي من المدرجات، يعني المدرجات اللي بيكون الاستاد اللي بيسع 40,000 مشجع هيكون فيه 20,000 من الكراسي الموجودة في الجزء العلوي هيتم شيلها وهتكون موجودة وهيتبرع بها للدول اللي محتاجة دعم رياضي في الاستادات، عشان خاطر بسؤال لأحد المسؤولين يعني اللي احنا مش هنستفاد بيها لان العدد اللي موجود في قطر من الشعب والمتابعين لكره القدم القطريه العدد طبعا مش كبير ان هو يستخدموا كل هذه الاماكن، فبالتالي هيستعينوا بها ان هم يدوها لبعض الدول اللي محتاجه للدعم الرياضي. ايضا في مناطق الاقامات هناك تجهيزات على اعلى مستوى، البنيه التحتيه في دوله قطر خلاص جاهزه بنسبه 100%، كل شيء جاهز لاستقبال البطوله. يمكن الحاجه الوحيده ملعب لوسيل اللي هو الملعب اللي هيقام عليه حفل الختام، الملعب جاهز 100%، كل حاجه انتهت وخلصت بيه ولكن بينتظروا بس اعلان الرسمي لهذا الملعب. يعني شيما دي كانت كل اجواءنا وكواليسنا من دوله قطر، واكيد لو عندك اي سؤال يا شيما اتفضلي. شكرا ليك زميلي خالد رزق المتواجد حاليا في الدوحه في العاصمه القطريه قبل ايام يمكن من قرعه كاس العالم ان شاء الله هتكون يوم 1 ابريل. بشكرك جدا على التقرير الوافي الشامل، يعني فعلا عيشتنا معاك في الدوحه، بشكرك جدا زميلي خالد رزق. ونطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع.